رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. مرحبا بكم في الحلقة 19 من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا تحدثنا في هذه الدورة عن مقدمات للزواج، ثم عن الخطبة، فالعقد، فالعرس، والفترة بين العقد والعرس، ثم عن الزوج مع زوجته وما ينبغي عليه، والزوجة مع زوجها وما يطلب منها. وعنوان حلقة اليوم: كيف تسعد زوجتك؟ إنك إن أدخلت سروراً على أهل بيتك فقد زدت قرباً من الله تعالى. وأنت أيتها المرأة إن أدخلت سروراً على زوجك فقد نلت رضا من الله تعالى. ومهما استطاع الزوج أن يسعد زوجته، أو استطاعت الزوجة أن تسعد زوجها، فهذا مقصد شرعي ومطلب إسلامي، وبه تستقيم الأسر. على كل الأحوال، الدراسات النفسية أيها الإخوة تقول إن أفضل علاج نفسي للزوج هو زوجته، وإن أفضل علاج نفسي للزوجة هو زوجها. طبعاً هذا في الحالة السوية والمستقيمة والمعتدلة، ما لم يكن هناك نشوز أو يكن هناك بعد عن الانضباط بضوابط رب العالمين أو بضوابط الأعراف المستقيمة. اليوم سنتحدث في نقاط سريعة 10 في كيف تسعد زوجتك، أو كيف تسعدين زوجك. النقطة الأولى، وهي تقنيات عملية، يعني الزوجات أحياناً يقصرن بها من حيث لا يدرين، أو الأزواج يقصرون بها من حيث لا يدرون، هي تقنيات عملية لتسعد أهل بيتك داخل هذا البيت. النقطة الأولى، إذا أردت أن تسعد من حولك، حسن الاستهلال عند الدخول إلى البيت. إذا دخلت إلى بيتك فادخل منشرح الصدر، ادخل مبتسماً، ادخل ورائحة العطر تخرج منك. وأنت إذا استقبلت زوجك استقبليه وأنت مبتسمة، استقبليه بابتسامة عريضة، ضميه إليك، استقبليه وقولي له إنك تنتظرينه منذ ساعات، انتظريه وقولي لقد اشتقنا إليك أنا والأولاد، أين أنت؟ استقبليه بكأس ماء بارد إذا كانت الحرارة مرتفعة، استقبليه وأنت مبتسمة ورائحتك طيبة، استقبليه بثوب حسن. حسن الاستهلال باب عريض للسعادة. حتى في الأدب يقولون من بلاغة المتكلم براعة الاستهلال، أن يستهل حديثه بكلام عذب، بكلام جميل، بكلام مؤثر، بكلام يعطيك فحوى ما سيدور في هذه الجلسة، هناك براعة. كم من الناس أنت أحببتهم من النظرة الأولى؟ أحياناً أنت تلتقي شخصاً تقول يا أخي أحببته من النظرة الأولى، براعة استهلال. وأحياناً أنت تلتقي شخصاً تقول يا أخي كرهته من النظرة الأولى، سوء استهلال. المرأة التي يرن زوجها باب الدار فلا تفتح، ويرن ثانية بعد الظهيرة فلا تفتح، وترن ثالثة أو يرن ثالثة فلا تفتح، فيفتح بمفتاحه ويدخل ويقول أما سمعتم؟
تقول المفتاح في جيبك، لماذا لم تفتح الباب؟ هذه أبيخ امرأة، هذه امرأة تشعر زوجها بقلة قيمته، ولا شك أنها قليلة قيمة كقيمة زوجها، وإلا لما اختارته زوجا ولما اختارها، إذ الأزواج متساوون في القيم. الزوجة تستطيعين أن تسعدي هذا الزوج ببراعة استهلال، بحسن استهلال، وكذلك أن تستطيع أن تسعد زوجتك بحسن استهلال، بالبدء بالسلام، قل السلام عليكم وأنت منشرح، قل مساء الخير وأنت منشرح، قل صباح الخير وأنت منشرح، قل كيف حالكم وأنت منشرح وأنت مسرور. اجعل وجهك طلقا، صافحها، قبلها، ضمها، تفرح الزوجة إذا أنت بدأت دخولك للبيت بهذه الطريقة. أول نقطة في كيف تسعد زوجتك براعة الاستهلال، حسن الاستهلال. النقطة الثانية نداء الزوجة بأحب الأسماء. إذا كان لزوجتك اسم دلعها ودللها، تفرح هذه الزوجة. هذا الاسم لا يناديها به إلا أنت، أبوها لا يناديها، وأمها لا تناديها، وصديقتها لا تناديها، وأخوها لا يناديها، أنت وحدك الذي اخترت هذا الاسم في تصغير أو تدليل أو ترخيم لاسمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول لعائشة يا عيش، وهذا عيش ترخيم لهذا الاسم. تفرح عائشة عندما تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترخيم. والزوجة أيضا تدلل زوجها باسم لا يناديه بها أو لا يناديه بهذا الاسم إلا هي، لكن تنتبه الزوجة تنادي زوجها بهذا الاسم داخل البيت وليس في السوق العام أمام الناس أو في مكان عمله، هذا أمر خاص لداخل البيت. النقطة الأولى حسن الاستهلال، والثانية نداء الزوج أو الزوجة بأحب الأسماء. النقطة الثالثة كيف تسعد زوجتك أو زوجك، الإيناس والتسلية وحسن الاستماع. في العالم اليوم يا أيها الإخوة، مدارس تعلم الصمت، جرت عادتنا أن ننتمي لمدارس تعلم الكلام، تعلم الخطابة، تعلم الكتابة، تعلم إلقاء الشعر، لكن هناك مدارس تعلمك كيف تستمع، كيف تصغي إلى حديث الآخرين. الزوجة تحب زوجا يسمعها، هي طيلة النهار تعمل، ربما كانت وحيدة في البيت، الآن أنت جئت بعد الظهر من عملك لتجلس في غرفتك، هي ستأتي لتجلس أمامك، تقول والله دريت ماذا حدث اليوم، أريد أن أخبرك. يأتي زوج أحياناً يقول يا أختي أنا تعبان ورأسي مليء مشاكل. الله يخليك لا تتكلمي شيء. هي تصمت وتخرج، لكن في القلب حسرة، هي تنتظرك من ساعات طويلة لتحدثك. وعجيب أمر الزوج الذي يأتي إلى بيته، فإذا دخل ما إن يجلس ما إن يرتاح قليلاً، حتى يأتي إلى جهاز الديجيتال ليقلب في الأقنية الفضائية، يراقب أخباراً، يراقب أحاديث، يراقب مسلسلات، يراقب أغنيات، وزوجته جالسة أمامه كأنها خشبة مسندة. الزوجة تحب الإناس والحديث. تخيل لو أني جالس معك وأنا أحدثك وأنت لا تنظر إلي، وأنت تحدثني وأنا لا أسمعك، سأشعر بضيق وتشعر أنت أيضاً بضيق، لكن عندما أحدثك فتنظر إلي وتحدثني فأنظر إليك، أشعر وصال بيني وبينك، أؤانسك وتؤانسني، فأسعد بلقياك وتسعد بلقياي. الإناس وحسن الاستماع سبب لإسعادك زوجتك ولإسعادك زوجك. الآن التعاون المنزلي أيضاً سبب لبناء جسور تواصل بينك وبين أهل بيتك، ثم فيه تواضع، في هذا الأمر تواضع، يعني زوجتك عندما تراك معها في المطبخ في بعض الأحيان، إذا كانت الأعمال عندها متراكمة، أنت دعوت أصحابك أو دعوت أهلك إلى عزيمة، وأهلك جاءوا 20 إنسان بين رجل وامرأة، لوحدها ستعمل داخل هذا المطبخ، لماذا لا تكون معها؟ اليوم عندها تغيير في وضع أثاث المنزل، لماذا لا تساعد هذه المرأة؟
تفرح زوجتك عندما تراك معها في بعض الأحيان، تماما كما أنت تفرح بها إذا كانت معك في بعض أعمالك. لو أنك في مكتبك الخاص أردت أن تغير بعض التغييرات، فقالت لك زوجتك في يوم العطلة سأنزل معك إلى المكتب أنا وأنت نتساعد في ترتيب المكتب، كم تفرح أنت إذا وجدت زوجتك معك في ذلك المكان. التعاون المنزلي فضلاً عن أنه يقوم بعمل تقني لكنه يؤدي إلى بناء جسور تواصل بينك وبين زوجتك. النقطة الخامسة، كيف تسعد زوجتك أو تسعدين زوجك؟ التشاور. كم تسر المرأة عندما يقول لها زوجها أنا أنوي أن أغير مكان عيادتي، أين تقترحين أن تكون العيادة الجديدة؟ الله أكبر، تفرح فرحاً شديداً زوجها يسألها عن أمر خاص به في العيادة. كم تفرح الزوجة عندما يقول لها زوجها والله ننوي أو أنوي أنا والأولاد وأنت أن نذهب في رحلة، أين ترغبين أن نذهب؟ ما رأيك؟ نذهب إلى البحر، نذهب إلى مكان صيفي، نذهب إلى منتزه عام، منتزه خاص، يوم أو يومين. هذا التشاور يؤدي، يفتح جسور أحاديث بين الرجل وزوجته. تستطيع يا أيها الأخ، يا أيها الزوج، وتستطيعين يا أيتها الزوجة أن تكسبي سعادة في بيتك من أمور بسيطة. ليس الأمر مرتبطاً بمال وحسب، المال يشكل جزءاً بسيطاً، لكن التعامل اليومي هو الذي يجعلكم في سعادة أكبر. نحن نتحدث كيف تسعد زوجتك وكيف تسعدين زوجك، نتابع الحديث في هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة 19 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. عنوان الحلقة كيف تسعد زوجتك وكيف تسعدين زوجك. 10 أمور تقنية تكنيكية سريعة يستطيع أحدنا أن يسعد أهل بيته فيها، وهي أمور ممكنة إن قصدها. الأول حسن الاستهلال، والثاني نداء الزوجة أو الزوج بأحب الأسماء إليها، والثالث حسن الاستماع والإناث، والرابع التعاون المنزلي، والخامس التشاور. هذا كان قبل الفاصل. نتابع الآن الأمر السادس، اصطحاب الزوج زوجته عند زيارة الأقارب وأهل الخير. إذا كنت مع زوجتك ومضيتما معا باتجاه بيت عمك أو باتجاه بيت عمتك أو عمها أو عمتها أو خالك أو خالتها أو دار من أصدقائك الصالحين، يجلس الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، زوجتك تفرح إذا مشت معك في الطريق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يماشي زوجاته، يذهب بهن أو يعود بهن إلى بيوتهن. وربما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه زوجته يمشي في الطريق في ساعة متأخرة، فرآه اثنان من الصحابة ولم يكن هناك هذه الإضاءات والأنوار، والمدينة المنورة كانت فيها ظلمة إذ لا يوجد طرق الإنارة الحديثة. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في ساعة متأخرة مع امرأة، رآه الصحابيان فغضا بصرهما أو غضا بصرهما والتفتا ومضيا باتجاه آخر، فصرخ عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعالى، ثم قال لهما هذه أمكما صفية، هذه زوجتي لكن أنا أمشي معها أردها إلى البيت. قالا معاذ الله يا رسول الله، يعني يريدون أن أشك بك أنك تمشي مع امرأة غريبة؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشاهد من الحديث الذي أخذته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يماشي زوجته. بعض الشباب اليوم لا يمشي مع زوجته، وربما يقول يا أخي أنا لي مكانة معينة لا يناسب أن تمشي معي زوجتي، وربما يقول يا أخي أنا في وضع معين لا أمشي مع زوجتي، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع زوجته وما عليه، والزوجة تحب أن تمشي مع سندها وأن تمسك يده وأن يسيرا معا
في طريق ذهاب أو إياب، أو أن يزورا معا صديقا أو قريبا، وهذا فيه مداد لحبر المحبة وفيه مد لجسور التقارب. النقطة السابعة النفقة على الزوجة بالمعروف. أيضا تسعد زوجتك بالنفقة عليها، وتسعدين زوجك بتقدير النفقة بالشكل الصحيح وبالإنفاق بالمكان المناسب. الزوج البخيل لا تحب المرأة زوجا بخيلا. وربما كان هناك زوج فيما حدثوا أن رجلا كان قد طلب من أولاده أن يعدوا له طعاما، وكان الطعام قد جهز في غرفة الطعام، فقرع الباب، لكن الرجل كان بخيلا جدا. قالوا له يا أبي، قالوا يا أبي ندخل الطعام ونفتح الباب ندخل الضيف؟ قال لا، بل افتحوا الباب لنرى من بالباب ثم ندخل الطعام. هناك رجال عندهم بخل. حدثت عن رجل وضع لبراد بيته مفتاحا، إذا خرج صباحا من الدار أغفل باب البراد. وكان من زمن هناك شركات برادات تصنع للبرادات مفاتيح، أظن الآن صارت قليلة، لكن مشكلة أن يكون الزوج بهذا القدر من البخل لا يفتح براد بيته ولا يغلق إلا بعد إذنه وبعد مشورته. النفقة بالمعروف تسعد وتسعد بها أهل بيتك، والمال قيمته بالإنفاق. كل المال الذي معك، كل المال الذي تجمعه، إنما قيمته في الإنفاق. فإذا لم تنفق لا قيمة لهذا المال. وإذا لم تسخ على أهل بيتك، خاصة إذا كنت من المسرين، فإن ربنا عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أرنا أثر النعمة عليك وعلى أهل بيتك وعلى أولادك، ولا تكن شحيحا بخيلا. الأمر الثامن تسعدين به زوجك وتسعد به زوجتك التطيب والتزين. لأن قلنا في حلقات مضت إن الزوج ينبغي عليه أن يتزين لزوجته، فلا تنسوا أيتها الأخوات أن على الزوجة أن تتزين لزوجها. وإنك لتعجب أشد العجب، وإنك لتشمئز أشد الإشمئزاز إذا رأيت زوجة إذا خرجت من بيتها تعطرت وتطيبت وتجملت، لكنها إذا عادت إلى بيتها عادت بسوءها وبوسخها وبقلة نظافتها وقلة زينتها. إنك لتعجب من امرأة إذا ذهبت إلى حفلة العرس لبست أحسن الثياب وتزينت أحسن الزينة، وحتى أوصلها زوجها إلى صالة العرس، فلما عادت من حفلة العرس مساء خلعت ثيابها المزينة بها وغسلت وجهها وجلست أمام زوجها بشكلها غير المنمق. تزيني لزوجك قبل أن تتزيني لحفلة العرس. إذا تزينت لحفلة العرس وعدت إلى بيتك، اجلسي مع زوجك الذي دفع ثمن هذا الثوب ودفع ثمن ذهابك إلى حلاقة الشعر ليرى ماذا صنعت في نفسك. أما أن تتزيني إلى حفلة العرس وتتركي زوجك بغير زينة، فما هذه المرأة التي تناسب الزوج والتي تحافظ على زوجها؟ إن زينتك أيتها المرأة إنما تكون في بيتك ولزوجك وفي غرفتك الخاصة، وليست في الطرقات. أيما امرأة استعطرت وضعت عطرا ثم خرجت من دارها ليرى الرجال ريحها، ظلت الملائكة تلعنها حتى ترجع. رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه امرأة مرت به وكان في مجلس مع الرجال، قال فوجد منها ريحا طيبة، خرجت الرائحة ريحة البارفان، شم سيدنا أبو هريرة، قال إلى أين يا أمة الجبار؟ وين تمشين؟ قالت إلى المسجد. امرأة ذاهبة إلى المسجد وهي متعطرة. قال ارجعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت، إلى آخر الحديث. إذا كنت استعطرت ليرى الرجال، ليشم الرجال رائحتك، فإن الملائكة تلعنك حتى تعودي إلى بيتك وحتى تذهبي هذه الرائحة. رائحة العطر تكون داخل البيت، ومكياج الوجه يكون داخل البيت. تعجب من فتيات في هذه الأيام يضعن حجاباً جيداً على رؤوسهن لكنهن يكشفن أجسامهن.
تعجب هذه الأيام من فتيات يضعن حجابا جيدا على رؤوسهن، لكنهن يتزين ويتطيبن ويتجملن. لمن هذا التزين والتطيب والتجمل؟ للرجال في الشوارع. الإسلام أراد لك مكانة عالية، فلا تنزلي. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تعاليم الله هي الخير، فلا تستبدليها بالتي هي أدنى. التطيب والتزين، الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. تاسعا قبل الأخير، إذا أردت أن تدخل سعادة على زوجتك أو تدخلي سعادة على زوجك، أكرمي أهله وأكرمي من يزوره من أصحابه. وأنت إذا أردت أن تكرم زوجتك، أكرم أهلها وأكرم من يزورك من أصحابها وأهلها. إكرام الأهل إكرام للزوجة، إكرام الأهل إكرام للزوج. وأنت عندما تعتنين بأم زوجك يفرح زوجك فرحا شديدا. كم يطرب زوجك عندما يصله خبر أنك أخذت لأمه هدية من مصروفك الخاص؟ كم تكسبين قلب هذا الزوج عندما يخبر أنك اتصلت بوالده لتطمئني على صحته بدون أن تخبري زوجك بهذا الاتصال؟ يشعر بقيمتك تكبر وتعلو عنده. وكذلك الزوج عندما يعتني بأم زوجته لأنها أمه أو في منزلة أمه، ويعتني بوالد زوجته لأنه أبوه أو في منزلة أبيه. عاشرا وأخيرا، وفيه كلمة سر لإدخال السعادة على زوجك أو على زوجتك، المشاركة في العبادة. والله يا أيها الإخوة، ما لم ندخل أوامر الله إلى داخل بيوتنا لن تستقيم حياتنا. والله ركعتان تصليها أيها الزوج مع زوجتك داخل البيت في الليل أو في النهار، يعقد بينكما في السماء بين روحيكما، يعقد من النور والخير ما الله به عليم. والله جلسة تفتحان فيها المصحف لتقرأ أنت وتسمع هي، وتقرأ هي وتسمع أنت، والله يتنزل عليكم من النور والبركة وتحفكم الملائكة ما الله به عليم. وكم أدت مجالس العبادة في البيت إلى زيادة الترابط، إلى زيادة الترابط الروحي والفكري بين الزوجين. وما أجمل بيت تعقد فيه مجالس الذكر، وتعقد فيه مجالس القرآن، وتعقد فيه مجالس الصلوات، والزوج يكون موجوداً وتكون الزوجة موجودة. إذا نظر الله إليك وإلى أهل بيتك وأنتما تصليان، صب عليكما الرحمة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أو في أي مكان يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إنك إذا تشاركت مع أهل بيتك في العبادة فقد زدت مناطق الرحمة وساحات النور والبركة بينكما. أما إذا تركتما العبادة، لا يوجد عبادة في البيت، لا توجد طاعات لله في البيت، لا تشترك أنت مع أهل بيتك في إقبال على الله عز وجل، فلا شك بأن الشيطان سيوقع بينكما وسيجعل ضيقا في قلبك وضيقا في قلبها. بينما إذا كان هناك ذكر فإن الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة والأخوات، كانت حلقة اليوم في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية: كيف تسعد زوجتك وكيف تسعدين زوجك. بهذا انتهت الحلقة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى
طيب مبسميها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكان